كيف انتم مع الحد قاعد بخير؟ كلشي مزيان. هاد اليومين دخل شي فوانتيد الحوت في انستغرام وقلت لي ندخل لكم الوصفه ديالو، ولكن كليناه وتسالى، باقي كنستنى يجيب لي شي حوته اخرى. داك الساعه ان شاء الله نصورها لكم، وبما انكم قلتوا لي اي حاجه طيب تنشاركها معكم. ودابا رجعت كنطيب دائما، ما بقاش عندي العذر، ما بقيتش خدامه. اليوم غنعدل غير الحيمه باللوبيا الخضراء، وبغيت نشارك معكم. واخا هاد الاكله ماشي كلشي كيتشهاها، وانا اول وحده ما كيعجبنيش اللوبيا الخضراء، كناكلها غير على داك الفيتامينات اللي فيها. اذا خليكم معايا نبداو بالبصيله. انا العدوه ديالي هي البصل، هي اللي كانت ما كتشجعنيش ندخل الكوزينه، حيت ما خليت ما عمت عيني دائما كيبقاو يحرقوا ويشوطوا، الا حتى شريت هذه غير من واحد المعرض كدما غير بشي 100 درهم، و حلت لي المشكل ده حياتي. كنقشر البصيله تحت الماء دغيا دغيا وكنحشيها هنا، ودور دور طحنا شحال ما بغيتي، ستيتوا مربعات كبارين وسيبها دغيا في الطنجره. يلا انا نوريكم كيفاش كنعملها. غنشبر بصله كبيره، حيت انا كيجيني السرد اي مريقه لذيذه هي البصيله بزاف. غادي نفتح الماء، نقشر من تحت الماء، واخا كنضيع الماء ولكن نقشر من تحت الماء باش عيني ما يحرقونيش. هيدا كنحاول ما نتنفساش بزاف، صافي ها هي. دابا كنقطعها مثلا على 4 ولا على 2 دغيا دغيا. دابا هادي كبيره نقطعها على 4 ونعملها ديريكت هنايا، ما فيهاش النباته من داخل، لا فيها واحد شويه. ها هي نحيدها، صافي. كنشد الماء دابا باش ما يفسدش. يلا من بعد كنشد على هادي، كنرجع مارشا غير واحد المره، ومن بعد هادي كان عندها واحد اليد لان هرستو واحد المره تخشعت عليها وهرستو، دونك كنشبر غير هنايا وكنرجع مارشا غير وندور. لما دو حلك كترجع مارشا غير. كتعجبنيش مطحونه بزاف بحال هكدا. ودابا كنجيو ديريكت نسيبها في الطنجره. اللي عنده شي طنجره ديال ماما هي سرقاله، لان انا هذه قديمه كطيب لي حسن من اخرين اللي شريت جدادين كاملين. واللي كيعرف شي طنجره من هادو ديال دابا مزيانه يقولها لي في الكومونتير باش نستفد منكم. حتى انا احنا عملنا البصل هنايا، دابا غنمشيو نطقطقوا المعدنوس. المعدنوس كما كتشوفوا ما كنحملش ينطقطقوا بالموس رقيق، اذا كنقطعوا غير الماكسيموم بوسيب. هيدا باش نصغروا شويه. البصل واخا هكداك راه عيني حمارو شويه، ولكن شحال هادي كان شنو نقول لكم، بحال عندي شي حساسيه كنتجنن بالبكي كنت. دابا كنصغرو بهذا، كنطبقو مزيان هذا كيدير جا كثير الضوء يفيكس. هاهو رجع صغيور بحال هيدا. هاد اللعيبة هادي كنت شريتها من طاتي، مزيونة بزاف، عندها هنايا فين كطقطق الربع ولا بغيتي. هنايا كدعملها في لابابور، هيدا كتغطي في لابابور وكتغسل الخضيره هنايا وتقشرها، واللي غسلتها وقشرتها ولا قطعتها كتعملو في هادي كتزول حتى هي، مزيونه بزاف. صافي عملته في الطنجره حتى هو. دابا غادي نمشي نعمل واحد جوج د السنينات ولا تليوتات د الثوم، ونوريكم باش كنعصر الثومه. انا عندي هادي كنت شريتها من ايكيا وما كاينين كيتباعوا بزاف، ولكن هادي خرجت لي مزيانه الاينوكس ما كتدراشي، كتمشي فيها هادي اللي كيخرج منها التوم، وعمل فيها حبيبه وكتدخل هادي هنا. شوف بلا ما كت نزيد، انا عملت 3 سنينات هما، يعني بلا ما كتعذب، بلا ما كتحك، بلا ما كتقطع اللحمه ديال يدك. دونك من بعد ما عملت التوم في الطنجره نزيد نص معلقه د الملح، حيت فريد ما كتعجبوش شي ماكله مالحه، وحتى سمر رجعت كتاكل معنا. دابا البيدياتر قال لي اذا ما بغاتي تاكل الماكله ديالها وكلا معاكم ولا والو. وغنزيد واحد الضامه الزعفران هيدا المكعب،
عملت الضمه ديال الزعفران كنزيد الراس معلقه ديال الخرقوم حيت فيه بزاف المنافع، وراس معلقه ديال الابزار. انا عندي الابزار حر، اللي عنده الابزار شويه ماشي حر يعمل نص معلقه، واحد طريف ديال السمن ماشي حر يكون السمن شويه رطيب حلو، ومعلقه ماشي عامره ديال السكنجبر. الجداد كيدي سكنجبر كتر من اللحم، دونك انا من معلقه ماشي عامره. من بعد نص كاس د اتاي الزيت نص ديالو. من بعد حكيت هنايا واحد الطوماطيشه حيت كيجيني ان السر ديال المريقه معقوده ماشي غير الماء والزغارط، هي تحك واحد الطوماطيشه حتى زودت لها الزريعه باش ما تجيش حامطه. ايوا حكيتها. دابا كنشعل البوطه كنبدا نحرك هذا الشيء ديالي، نحركو مزيان حتى كيتخلط مع بعضو ويسخن شويه. من بعد كنزيد اللحمه ديالي، انا عامله كيلو لارب تقريبا ديال اللحم ديال الملج. هاد اللحمه هادي ديال الملج يعني اللي كيكون فيها العظم كتجي لذيذه اولا، حيت داك المخ اللي كيكون في الملج وداكشي كيدوب وكيطلق واحد المذاق مزيون. ثانيا كطيب دغيا فتيتيا باش يذوقنا سمر منها وتكون رطيبه. انا ما نقدرش نحرك دابا بحليد، الطنجره كتمشي من هنا وتجي من هنا حيت الداخل كنصور به، حيت ما عنديش الماتريال باقي ما شريتو. هاد الهضره كنعاودها في جميع الفيديوهات. نخليوها تشحر، كاين اللي كيخليها 5 دقائق، انا كعجبني ربع ساعه كامله تبقى تشحر حتى كتدخل فيها مزيان الاقامه وتنعس البصيله. عاد كنغطيها شويه بالماء ونشد عليها. دونك الحمد لله والشكر لله، هي كتغلي دابا وكتبقبق. من بعد ما اللحمه ما بقاتش حمراء كنعرفوا انها دخلت عليها داك الاقامه، كنزيدوا دابا الماء حتى كتغطى واحد شويه. ما ننساوش اننا باقينا نعملوا اللوبيه من بعد. صافي عيدا مزيان وكنشدوا عليها الطيب. واحد انا الطنجره ديالي كطيب مزيان، دونك كنخليها 40 دقيقه هيداك. الطنجره ديال دابا اللي عاد شريت كتبقى شي ساعه د المكانه وشوف تشوف. صافي انا غنشد لها 40 دقيقه ونرجع لعندكم. هذه 6:30 يلاه ما بدات كتصفر الطنجره، يعني غنحسبوا 40 دقيقه من هاد اللحظه هذه ماشي من الساعه اللي شدينا فيها الكوكوت ديالنا. وباش ما نضيعوش الوقت غادي نمشيو نقشرو الطوماطيش نقطعوها طريفات ونعدلو اللوبيه ديالنا. ها انا بديت كنعدلها في هذا اللي قلت لكم شريت من طاتي، هنايا كتغسل الخضره وداكشي اللي عدلته كتنزلو في هاد الجهه. دونك كلشي كيعرف يعدل اللوبيه كنحيدو لها هاد الرويس هذا الفوقاني والتحتاني، وكنحاولوا اذا كانت طويله نقسموها على جوج مع كنقسموها مها كنهبطو هكذا باش كنشوفوا واش اذا هبطت شي شعيره من هنا ومن هنا كنزولوهم. دونك بحال قلنا هذا وهذا ونقسموها. ها انا كملت اللوبيه ديالي بالتعديل، عملت نص كيلو حيت اللحم واخا عامله كيلو لا ربع ولكن واحد ربع كيلو غير داك العطمين، دونك كيبقى لنا غير واحد نص كيلو ديال اللحم. اذا نص كيلو ديال اللحم عملنا معاه نص كيلو ديال اللوبيه الخضراء، واحد جوج طوماطيشات قطعتهم مربعات باش كيجيو من فوق اللوبيه كيعطي واحد المنظر مزيون. ومن فوق الطوماطيش واللوبيه كنعمل هاد البصيلات مدورين، داك اذا عندكم داك البصيلات بلديين دجبالة ستيتوين كيجيو حسن ولذادين. انا التلاولي هادي بلا ما تعملوها واحد البطيطه زيتها معاهم في الطنجره باش غنعطيها نسمر، حيت دابا هادشي حنا غنتعشاو به وغيكون الليل ما غنعطيلهاش اللحيمه، غنعطي لها غير اللوبيه الخضراء مع البطيطه حيت البروتين كنعطيه لها غير في الغدا. تغدات ديجا بالجداد والخضره
دونك دابا في العشاء غنعطي لها اللوبيا الخضراء وهاد البطيطه في المريقات، حيت هاد الايامات عيانه شويه كتفشح لي خصها تاكل الماكله بالاقامه. هي دازت 40 دقيقه، انا من اللوبيا ديالي هي الاولى حيت كتعطل عاد كطيب. عاد نزيد فوق منها طوماطيش، صافي وزيت البصيله وبطيطه التمر حتى هي، ونشد عليها واحد 20 دقيقه باش يكون تقريبا ساعة ما بين كلش. صافي ها هو طاب، الدخان ما كيخلينا نشوفو والو. اللي كيعجبو المريقة تيخليها هيدا، واللي ما كيعجبوش يخليها تشرب شوية وهي مفتوحة. سمار كتخليني نعمل والو دابا فقط. دونك ها هي الحيمه بحال هكذا طابت مزيونه، نزيدو فوق منها اللوبيا. صافي سالينا، احنا غرفنا كيجي بحال سما. خاصها نهزها وحرك معايا الطنجره وطيب معايا، ايوا بحال هكذا كيجي. صافي يا حبيبه ديالي، الحيمه ولوبيا خضراء من فوقي داك الطوماطيش والبصيلات. يلا نخليكم نمشي نشوف سمر مسكينه دابا، واخا يجي لامين القطوط ما يعرفش شنو كان في هذا الطبسيل كيف ما كتشوفوا مشاهدينا الكرام. من بعد الالتهام كيشيطوها جوج العطيمات د الملج. باي باي وبصحتنا.